الكثير من التجار تتوجه إلينا وتشتكي من سياسة موقع إيباي وتعليق حسابهم، وفي هذا الفيديو سأطلعكم على 5 عوامل ستساعدكم تجنب تعليق حسابكم والحفاظ على سلامة حسابكم. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي، مختص في مجال التجارة الإلكترونية. العامل الأول للحفاظ على سلامة حسابكم هو عدم إعلان منتجات المعرفة في قائمة الفيرو لموقع إيباي. قائمة الفيرو هي عبارة عن قائمة ماركات عالمية، هذه الماركات لا تسمح ببيع منتجاتها على موقع إيباي. كل من يعلن منتجات لهذه الماركات، إيباي سيحذف الصفحة وسيعاقب المشترين الجدد في الموقع من خلال تعليق حسابهم، أو التجار القدامى في الموقع سيمنعهم من إعلان منتجات لمدة 30 يوم أو ما يراه مناسب. لذلك إياكم إعلان منتجات المعرفة في قائمة الفيرو. يوجد رابط في وصف الفيديو يريكم قائمة الماركات الممنوع إعلانها. العامل الثاني هو بخصوص طلبات الإرجاع. إياكم تجاهل طلبات الإرجاع التي المشترين بحالة إحدى المشترين يطلب إرجاع المنتج. عالجوا هذه الطلبيات بأسرع وقت ممكن. إبقاء طلبيات إرجاع مفتوحة لوقت طويل ستسبب بضرر كبير لحسابكم. العامل الثالث هو طلبات الإلغاء أو حل النزاعات بينكم وبين المشترين. كما هو الحال في طلبات الإرجاع، أيضا يوجد طلبات إلغاء أو الشكاوى التي يرفعها ضدنا المشترين بين الحين والآخر لعدة أسباب تحصل. أيضا إياكم تجاهل هذه الطلبات أو الشكاوى، عليكم معالجتها بأسرع وقت ممكن. لا تبقوا هذه الطلبيات أو الشكاوى مفتوحة لوقت طويل، لأنها ستعمل ضرر كبير على حسابكم وقد تسبب لإغلاق حسابكم. العامل الرابع هو عدم التأخير في دفع الرسوم الشهرية لموقع إيباي. بحالة التأخير في دفع الرسوم لموقع إيباي لوقت طويل، إيباي سيغلق حسابكم، وحتى أنه قد يرفع شكوى قضائية ضدكم. لذلك أعطوا موقع إيباي حقه ولا تتأخروا في دفع الرسوم الخاصة بهم. العامل الخامس والأخير، حاولوا عدم الدخول لحسابكم من عدة أماكن أو من عدة شبكات إنترنت. بحالة دخولكم لعدة شبكات في فترة زمنية قصيرة، هذا سيضيء ضوء أحمر لدى إيباي، ولاحظت عدة حالات تعليق الحساب بسبب ذلك. حاولوا العمل على حسابكم من شبكة واحدة أو اثنين ليس أكثر. وأخيرا أريد أن أطلعكم أن موقع إيباي في الفترة الأخيرة يغير سياسته بخصوص التسجيل بالموقع للتجار الجدد. فقد لاحظنا العديد من التجار الجدد عند تسجيلهم للموقع، موقع إيباي يعلق حسابهم ويطلب منهم إرسال لهم مستندات توثيق مثل نسخة من جواز الباسبورت وفاتورة باللغة الإنجليزية ليوثقوا هويتهم. لذا لكل تاجر جديد قد تم تعليق حسابه ليتواصل مع موقع إيباي ويوفر لهم المستندات اللازمة. أتمنى أنني نجحت بمساعدتكم بالحفاظ على سلامة حسابكم. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا ومتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية. سأراكم في فيديو آخر.